أهلا من جديد مشاهدينا، نتواصل معكم في صباح الشروق. كما ذكرت نفتح الآن الملف الرياضي، وسعيد أن نرحب بالزميل الصحفي سهل أحمد العبيد. أهلا بك سهل، صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى كل السادة المشاهدين. مرحبا بك، ونبدأ مباشرة من الساحة المحلية كما تعودنا. نفتح هذه المرة ملف المنتخب الوطني ليواصل الإعداد، وله الحق ولنا جميعا الحل معه بعد يعني المجيء مدرب كبير كفيرود، يعني انه نحلم انه المنتخب يمضي في الاستحقاقات القادمه بقوه اكثر، باشراقه اكثر، خصوصا اخر مباراه كانت الانتصار بالرباعيه. الحديث الان عن معسكر في تونس، الحديث ايضا عن مواجهه المنتخب التونسي وديا، وهناك ايضا منتخبات اخرى على القائمه. اعداد المنتخب كيف تقراه يمضي؟ نعم، هو في الحقيقه كان انتشرت شائعه قبل اسبوع تقريبا، كانت بتتحدث عن انه فيلود لن يستمر مع المنتخب الوطني وانما سيذهب لتدريب نادي الشباب التنزاني، لكن الى الان لم يتم حسم الامور بشكل رسمي، حتى نتحدث عن انه فيلود سيغادر منتخبنا الوطني. لكن في النهايه وضع المنتخب دائما هو مرتبط بوضع الانديه. للاسف انه نحن الان بنمر بظروف صعبه جدا، توقف للنشاط الرياضي في السودان على مستوى الانديه، وبالتالي هذا الامر يؤثر على المنتخب الوطني وعلى اعداده. نعم، وهذا الامر صحيح انه كثير من الدول يمكن تاثرت بهذا الوضع، لكن بعض الدول استمر عندها الدوري المحلي، وفي النهايه هذا الامر اثر بشكل ايجابي على نشاط المنتخب. نحن الان توقف الدوري والخلاف ما بين الاتحاد ووزاره الصحه من جهه ووزاره الشباب والرياضه من جهه اخرى، يمكن دي كلها عوامل اثرت على اعداد المنتخب الوطني. لكن في كونه نحن نعود مرة أخرى للمنافسة وحتى على مستوى المباريات الودية الدولية، تعتقد أن دي نقطة إيجابية. غياب كان تام جدا لمنتخبنا الوطني في الفترة الماضية عن لعب أي مباراة رسمية ودية في أسبوع الفيفا، كانت نقطة ثابتة نحن ما قاعد نستفيد منها نهائي. يعني يمكن للأسف دول متخلفة بعيدة عننا بمراحل بعيدة جدا على مستوى كرة القدم، لكن كانت مباريات او الاسبوع الفيفا المخصص للمنتخبات كانت بتلعب بشكل رسمي يعني مستمر، الا نحن يعني يمكن نحن الوحيدين اللي كنا ما قاعدين نستفيد من اسبوع الفيفا على مستوى المنتخبات. لكن كوننا نعود مره اخرى، لانه صراحه اعتقد انه الظروف هي اللي اجبرت الاتحاد لانه يلجا للمباريات الوديه، يعني لولا ضغوط عدم وجود الدوري الممتاز يمكن كنا نحن ما حنشاهد منتخبنا الوطني يلعب مباريات وديه، خصوصا على مستوى منتخب كبير جدا مثل المنتخب التونسي، عنده وجود مستمر على مستوى البطولات الافريقيه، على مستوى كاس العالم يعني، حتى على مستوى كاس العالم. بالتالي اعتقد انه دي تكون تجربه مهمه ومفيده جدا بالنسبه لمنتخبنا الوطني. حتى يمكن راجت كثير من الاخبار ايضا في الفتره الماضيه انه ممكن نواجه منتخب الكاميرون وديا. صراحه اذا انت عايز تواجه غانا ذهابا وايابا وتحقق امام نتيجه ايجابيه، يجب ان تكون اعدادك على مستوى الطموح، يجب ان تواجه منتخبات قويه عندها امكانيات يمكن ان تكشف لك الخلل والمشاكل الموجوده في المنتخب، خصوصا في ظل ضعف الاعداد. اذا اذا تحقق اختبارين تونس والكاميرون ما حيكون في افضل من كذا للمنتخب؟ طبعا ما في شك، اذا ما نجح منتخبنا الوطني في انه يعد نفسه من خلال مواجهه تونس ومواجهه الكاميرون، اعتقد انه حيكون افضل اعداد لمواجهه منتخب قوي مثل منتخب غانا. نعم، لماذا لم تتم الاستعانة بالأسماء المحترفة في الدوريات الأجنبية الأخرى من اللاعبين السودانيين الذين جاءوا، يعني منتخب ياسين حامد على سبيل المثال؟ هذه التجربة هل أخذت الفترة الكافية للتقييم وتم تقييمه بالفشل، أم لظروف جائحة كورونا، أم هناك أسباب أخرى؟ والله للأسف يعني يمكن الوضع ما زال معقد، يعني يمكن نحن للأسف أنه معظم التجارب اللي خاض لاعبيننا يمكن عاشوا هم معظمهم عاش في الدول الأوروبية. نعم، فما عندهم علاقة قوية جدا يعني بالسودان، يعني يمكن إلا من فترات متباعدة، يعني يمكن يجي زيارة للسودان كذا. لكن التجربة بتاعتهم صراحة أعتقد ياسين حامد ظهر بشكل جيد جدا. نعم، فيما منح من دقائق، فيما منح من دقائق، هي صحيح دقائق قليلة لكن هو ظهر فيها بشكل جيد، وبالتالي الحكم عليه كان صعب جدا انه هو لاعب يستحق ان يتواجد ضمن قائمه المنتخب الوطني ام لا، يحتاج الى مزيد من العام من الزمن
حتى يستطيع الناس أن تحكم عليه بشكل أفضل. تحدث عن اللاعب وليد أحمد، اللاعب الآن موجود في مع نادي المريخ، لاعب كان يلعب في 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 ليبيا وظهر بشكل ممتاز، يعني يمكن حتى المريخ استطاع أن يسجله بعد ما شاهده مع المنتخب الوطني. فأعتقد أنه بعض اللاعبين ظهروا بشكل جيد، ولكن المشكلة أنه نحتاج إلى الاستمرارية. في مشكلة كبيرة جدا قاعد تواجه برضو منتخبنا يا حسام، للأسف أنه القائمة أحيان كثيرة يحصل فيها تغييرات. يعني نحن منتخبنا الوطني للأسف أنه في كل فترة إعداد بتلقى أسماء جديدة، وصراحة ده أعتقد كبير جدا على قائمة المنتخب. صحيح مفترض أنه تكون هناك مجموعة ثابتة، بالإضافة لأنك أنت بعض اللاعبين ممكن تضيفهم من فترة لأخرى تديهم الفرصة لأنهم يظهروا مع المنتخب الوطني، ويشو أنت تقدر تحكم عليهم وتقيم مستواهم هل يستحقوا أن ينضموا للمنتخب الوطني أم لا. صراحة أعتقد أن التجربة في الاختيار للمنتخب الوطني أيضا بشوبة شائبة، تحتاج إلى مزيد من العمل، المتابعة والمراقبة للاعبين، خصوصا أنه الانضمام للمنتخب بيمثل حلم لكل لاعب كرة قدم. وكونه أنك أنت تلعب لمنتخب وطنك وتمثله بالشكل أفضل وتظهر بشكل أفضل، أعتقد أنه دي فرصة يعني مناسبة استغرب جدا. استغرب الكثير مثلا من غياب عبد الرؤوف وأثيرت هذه القضية يعني قبل ذلك. عبد الرؤوف في الهلال انضم مؤخرا، قدم مستوى مميز جدا في المباراة اللي لعبها، كان الجميع يتوقع أنه يكون موجود في المنتخب. لم يكن موجود، وهنا كانت الاستفهامات كثيرة، كل يدفع بقوله. طبعا هو نحن عندنا مشكلة برضو يا حسام، دي نقطة مهمة جدا انت ذكرتها، هو انه نحن بعض اللاعبين لما يجوا من انديتهم ويتألقوا مع اندية القمة، طوالي بمجرد ما الناس تألقوا بيقول لك لا طوالي ده مفروض يختاروا للمنتخب. طيب ما هو